الحمد لله معنا كما تشوف اليوم قعدنا مركزين حتى للاخر ووفقنا ربي مش ماركينا وذيك الفائده المهم الانتصار وان شاء الله القادم افضل. بالنسبه لك انت بعد غياب كبير على ميدان الملعب الطيب الاميري عوده للتشكيله الاساسيه اليوم، المهم معنا كي يستحقوني نعاون اصحابي وان شاء الله من حسني الاحسن وان شاء الله الجاي خير. دخلنا بالخايب معناها ما قدمناش المردود اللي تتمناه الجماهير. ماتشات كيما هكا جماعه تجيب تسكر لك راك شفتو تكنتر جرجيس ماهيش خايبه. عرفنا كيفاش معناها صحيح راتينا برومي ميتون دوزيام ميتون معناها تبدلت شويه اللعب حطيناهم في بلايصهم وكما قلت معناها واحد كي نخدموا ربي وفقنا معناها التوفيق من عند ربي معناها في الدقائق الاخرانيين ربي كفانا بهدف. كاو ما ايكيب ولا تجي لصفاقس ولا كيما تشوفوا تلعبوا برشا التالي جارينا الماتش صحيح ما نقولش احنا ما ان شاء الله كيما قلت نكملوا نخدموا على روحنا اكثر في الانترمون ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. جينا اليوم معناها ماناش متعمدين باش نعملوا بلوك بامي، السيطره نتاع نادي الصفاقسي خلتنا طيحنا البلوك شويه، دفاعيا الفريق كان منظم الابليكاسيون باهي من الملعبيه نتاع عيني، ركزنا على الهجمه المرتده خدمنا لها بالباهي حضرنا لها، لكن الغالب ما وفقناش باش نسجلوا منها، قله الخبره نتاع اللاعبين نتاع عيني اولادي كلهم اغلبيتهم بنسبه 80% جان، ما وصلناش كما قلت ما باش نسجلوا هدف، المعضله نتاع الهجوم ان شاء الله نخدموا عليها في المقابلات الجايه وان شاء الله نحاول نسجلوا نخلقوا اكثر فرص ونسجلوا اكثر ان شاء الله. والله ما ندخلش التكتيك اكتب بالنسبه لي انا حتى انا معني ما نلعبش عمري ما تكلمت قلت شبيني ما نلعبش كل شيء اهم حاجه بالنسبه لي وين يحطني لونترينور نلعب وكيما في التمارين نخدم كيما في الماتشات نخدم وربي يوفقني.